على مشارف الانتخابات كرت سبحة القرارات القضائية بحق المصارف، فهل تستطيع المحاكم تحرير أموال اللبنانيين المحتجزة أم أن القضاء فقط للقضاء على ما تبقى من مصارف؟ البنك فاسد مثل القضاء، يعني القضاء يقدر يستعيد المصاري، يعني طبيعي. ما حاسس أنا بهالقريب العاجل بيرجعوا، بس مطول الحكاية، يعني من بعد ما ينهار البلد ويرجع يقوم البلد ترجع المصريات. اليوم الناس عم تاخد ودايعها بخسائر تصل بحد الأدنى، تبتدئ ب 75% وتصل إلى 90%. إقفال حسابات حاملي الجنسية المزدوجة آخر إبداعات المصارف للتهرب من القرارات القضائية التي بدأت تصدر في الخارج. عملية إقفال الحساب هي نقل هذا الحساب من خسائر تبلغ 80% إلى اغتيال مطلق لهذا الحساب وإيداع تشيك بيسوى 0% لعدم قدرة المودع على التصرف به. مالي ريدان أرملة وأم طالتها الصلبة المصرفية. برفع دعوة ترجع أفتح الحساب تبعي تأدفع أشياء يومية لإلي وللولاد وتمشي الحال بس. ومنك مؤمن إنه كلون؟ أعوذ بالله، ولا حدا مفروض يحلم. بعد التهديد والتبديد، حذاري أيها المودع أن تسمح لمشروع قانون الكابيتال كنترول المفخخ بأن يسلك طريقه إلى ساحة النجم. تمرير اقتراح مشروع الكابيتال كنترول اللي بقلبه مادة كان رقمها 8، ما بنعرف هلأ شو بيحطوها، مفخخة تحمل مصارف من عملية تطبيق وتنفيذ القرارات الصادرة بحق هذه المصارف. في شغلتين ولا ممكن تصير، إنه أنت وديعتك تقبضها نقدي بنك نوت، بده يصير في تسديد تدريجي. الشغلة الثانية، إعادة هيكلة للقطاع المصرفي من دون إبراء ذمة المؤسسات من الدعاوى ما حيصير. بعد 15 أيار، إذا وقع المحظور وثبتت صناديق الاقتراع أقدام الفاسدين، من سيثق مستقبلاً بدولة نهبت مواطنيها؟ ومن سيستثمر أو يحول قرشاً واحداً إلى المصارف اللبنانية؟